ناتوري كارتا تعني بالآرامية حارس المدينة، وهي حركة دينية يهودية مناهضة للصهيونية، ولا تعترف بدولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر أن قيام دولة لليهود لا يكون بسلب شعب آخر أرضه، ولا يكون إلا بإذن من الرب، وذلك بعد أن يرجع اليهود إلى تطبيق شريعتهم التي عاقبهم الرب لمخالفتها وشتتهم في الأمصار وبين شعوب الأرض بسبب تضييعها. كانت جماعة ناتوري كارتا جزءا من حزب أغودات إسرائيل الذي أنشئ في بداية القرن العشرين لمواجهة الصهيونية، ولكن بعد عام 1917 الذي أصدرت فيه الحكومة البريطانية وعد بلفور وأعلنت إقامة حكم الانتداب البريطاني في فلسطين بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، دعم الحزب هجرة اليهود من أوروبا إلى فلسطين، ولكنه مع ذلك رفض إقامة دولة يهودية. وبدأ الحزب بتقديم تنازلات تدريجية للصهاينة في ثلاثينيات القرن الماضي، فبدأ بالتنسيق مع القيادات الصهيونية في فلسطين التي وسعت نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية لأجل الوافدين اليهود الجدد من أوروبا، كما أجرى ممثلون عن أغودات إسرائيل مفاوضات مع المجلس الملي اليهودي التابع للقيادة الصهيونية لتشكيل خاخامية موحدة في فلسطين، وإجراء مفاوضات أخرى مع الأحزاب الصهيونية لتنسيق العمل والتعاون فيما بينهم. فانشق جزء من الحزب عنه عام 1935 نتيجة تقاربه مع الحركة الصهيونية لينشئوا فيما بعد حركة ناتوري كارتا. بدأت جماعة ناتوري كارتا تستخدم هذا الاسم أول مرة عام 1938 كتعريف بها في الأوساط العالمية، وقد سعى أعضاء الجماعة بانشقاقهم عن أغودات إسرائيل إلى الحفاظ على النهج المعادي للصهيونية ورفض كل أشكال الانحلال والذوبان في الفكر الصهيوني، لما في ذلك من مخالفة لما يؤمنون به من معتقدات وأحكام الدين اليهودي. تأسست الجماعة في القدس على يد الخاخام آمنا بلاو بعد حصولهم على قرار الفصل عن الأحياء الصهيونية في القدس من قبل حكومة الانتداب البريطانية، وتولى بلاو قيادة الجماعة منذ إنشائها حتى وفاته عام 1974، وسعى مع جماعته إلى تأكيد إنكار صلاحية إسرائيل دولة قومية يهودية، كما رفضت الجماعة اعتبار الصهيونية الوكيل المزعوم لمصالح اليهود حول العالم. أدانت حركة ناتوري كارتا منذ تأسيسها القبول الدولي بإنشاء دولة إسرائيلية عام 1948، والوضع الذي أفضى إليه ذلك من ممارسات تعسفية ضد الشعب الفلسطيني بشقيه المسلم والمسيحي. وعبرت الحركة دوما عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم الصهيوني، مؤكدة أن هذه الممارسات مستهجنة في الديانة اليهودية التي تنص على تحريم القتل والظلم. يعيش 5000 يهودي في جماعة ناتوري كارتا في حي 100 شعاريم وسط القدس، وبسبب معارضتهم للصهيونية فإنهم يتعرضون للملاحقات المستمرة على يد السلطات الإسرائيلية. يعتمد فكر ناتوري كارتا بشكل أساسي على الأدب الخاخامي الذي ينص على أن اليهود طردوا من أرض إسرائيل بسبب خطاياهم، ويعتمد أيضا على التلمود البابلي الذي يفترض أن أي محاولة لاسترداد أرض إسرائيل بالقوة هي مخالفة للإرادة الإلهية، وأن عودة إسرائيل لا تكون إلا بقدوم المسيح. وترفض الجماعة أي محاولات نقدية أو اجتهادات بشرية للإضافة على القانون الديني، ويعتمد أفرادها بشكل أساسي على المصدر الإلهي فقط في تسيير أمورهم الدنيوية والدينية، ويؤمنون بأن الله لم ينزل
سوى التوراة مباشرة على نبيه موسى على جبل سيناء في الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس العبري، وهي سفر التكوين والخروج والآوين والعدد والتثنية. وتؤمن الجماعة بأن هذا الوضع قائم منذ 2000 سنة وسيظل مستمرا حتى مجيء المسيح، لأن القسم الذي أداه اليهود في العهد القديم متسلسل إلى المستقبل، وهذا التسلسل أمر حاسم للاعتقاد اليهودي في الخلاص، ويؤمنون بأن منكر هذا التسلسل كمن ينكر الإيمان بالمسيح.